خلينا النهاردة بقى نتكلم في شوية حيل وأسرار في الواتساب يمكن ما كنتش تعرف عنها هتفيدك جدا، وكمان شوية تحديثات عظمة جاية في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد. الواتساب من أهم مميزاته أنه تقريبا أساسي في أي موبايل، إلا أنه من أحلى مميزاته أنه تقريبا شغال معاك تحت أي وضع وفي أي ظرف. يعني لو أنت عامل باقة إنترنت هيشتغل معاك، لو أنت عامل باقة مكالمات بتلاقيهم بيدوا لك كم ميجا بايت كده تمشي حالك بيهم على الواتساب، ولو جالك وحدات مجانية أو ساعات حتى بيبعتوا لك ميجا بايت هدية كده للواتساب لوحده، او لو الموضوع مأزم خالص تقدر تشتغل بكارت فكة او تقدر تشتغل برصيد. ومن احلى المميزات برضو اللي موجودة في الواتساب اللي هي اصلا عيب في سيناريوهات اخرى الا انها هنا ميزة، يعني هي ان الواتساب بيضغط مساحة اي حاجة بتترفع عليه، فبالتالي انت لو هتحمل حاجة منه هتلاقيها مش بتاخد مساحة كبيرة من الجهاز او مش بتقص كتير من الباقة. بس خلينا في الاول نقول الفرق بين الواتساب العادي لو انت بتستخدمه وبين الواتساب الذهبي والواتساب السيلفر وكل الحاجات التانية دي لو بتفكر انك تحملها. اول حاجة نقول ان الواتساب يحقله تقريبا انه يعمل بان لاي حساب مفتوح من الطرق غير الرسميه دي، الا انه ما بيعملش كده، بيقول يكفي مخاطره صاحب الحساب ان التطبيقات دي ممكن في اي وقت تكراش او يحصل فيها اي مشكله لا قدر الله، فكل البيانات من عليها تروح. ميزه تانية موجوده في الواتساب وهي فكره التحديثات الامنيه الدوريه، يعني انت دلوقتي لو بتحمل اي واتساب تاني فبيكون قايم عليه مطور مطورين 5 10، الا ان الواتساب هو شركه فبالتالي الواتساب قايم عليه فريق كامل بيتابع علشان يكون في تحديثات امنيه باستمرار علشان قدر الامكان يتجنب حدوث اي مشكله بخصوص اي حاجه موجوده عليه من الناحيه الامنيه. فباختصار كون ان في اي مميزات لسه واصله للواتساب دلوقتي كانت موجوده قبل كده في واتساب ذهبي او سيلفر او ايا يكن، ده مش معناه ان هي قديمه، ده معناه ان هي بقت متاحه واخيرا وصلت للكل. عايز افكرك بس قبل ما نبدا ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا بيه، وتقدر تقول لي في التعليقات ان الحاجات دي ما كنتش تعرفها قبل كده. اظن سهله، اتفقنا؟ اتفقنا. قبل ما نخش في الحيل اللذيذه خلينا نقول على شويه تحديثات عظمه جايه في الطريق، بعض منها المفروض انه اكدها مارك شخصيا من خلال محادثه مع احد المواقع واحد المصادر اللي اتكلمت عن التحديثات دي، لان مؤسس احد هذه المواقع اللي هو يعني موقع مترصد الواتساب لوحده بيقول ان هو دخل في محادثه مع ويل كيثكارت رئيس واتساب. المحادثه حتى ما كانش ليها اسم، هي كانت عباره عن ايموجيز القرد دي. المهم ان هو بيكلم الراجل ده، هوب لقي فجاه ويل راح ضايف مارك معاه في المحادثه. مش كده بس، مارك كمان بيساله بيقول له لو في اي تحديثات اي معلومات اي اشاعات عايز تسال فيها اسال وانا جاوبك. فالراجل حتى بيقول ان هو اتصدم ما بقاش عارف يعمل ايه، اتثبت مره واحده. المهم بقى التحديثات العظمه المرتقبه بالنسبه للواتساب. اول حاجه قال لك ان الواتساب بيختبر ارسال الاموال، حاجه كده زي ما كلاب هاوس بيعمل مع الايفون على حسب ما وصل لنا يعني، وهي حاليا موجوده في البرازيل طبقا للاخبار، وكمان موجوده في الهند من فتره الا انها مش متاحه للكل. فقريبا عندك واتساب كاش زي فودافون كاش كده بالظبط. هيكون في تحديث قريب جدا بالنسبه للجروبات انك تقدر تخلي الرسائل تختفي بعد 7 ايام سواء ميديا او نص، وهي حاليا موجوده في الشات الفردي بس. الشات الفردي بقى اللي هو فيه ميزه انك تقدر تخلي الرسائل تختفي بعد 7 ايام هيضاف فيه ميزه جديده، وهي ميزه العرض لمره واحده او الفيو وانس، ودي ببساطه مجرد ما تبعت رساله والطرف الاخر يعمل سين طريق سلامه للرساله وتكتفي لوحدها. في طبعا دلوقتي انك تقدر تسجل رساله بصوتك وتسمعها قبل ما تبعتها بحيله ثعبانيه كده، الا انك لو ما عرفتش تعملها صح مثلا او بعتها لشات غلط من غير ما تاخد بالك مثلا، او الاسخف انك تبعتها وبعدين تمسحها بس الطرف الثاني يقدر يرجع المحذوف، فوقتها مش هتبقى لذيذه خالص. الميزه هنا بقى هي مراجعه الرسائل الصوتيه قبل ما تبعتها، يعني بعد التسجيل هيظهر لك علامه كده البيفيو او المراجعه، ودي منها هيكون عندك ميزه الاستماع او الحذف من غير لا حيل ولا يحزنون. الميوت او الصامت او كتم الصوت، بيقول لك بقى ان الموضوع في الجروبات هيكون مختلف شويه. حسب اللي اتقال انه في الجروبات تقدر تعمل صامت للابد، الا انه لو حد رد على كلامك او انه عمل لك منشن فوقتها هيوصل لك صوت على حسب ما سمعت يعني. هنا بقى بيقول ان هو هيضلمها خالص ويقفلها على الكل. وفي اقاويل ثانيه بتقول لك انه هيعمل لك حاجه مختلفه، انه لو الشخص اللي رد على كلامك او عمل لك منشن انت عامل له ميوت او كتم صوت او صامت في المحادثه الفرديه ما بينكم، فوقتها مش هيوصل لك منه اي اشعار. مزامنه الشات بين الاجهزه، ودي مختلف عن انك تكون فاتح من الكمبيوتر ومن الموبايل مع بعض، احنا هنا بنتكلم عن اكتر من موبايل مع بعض حتى لو واحد منهم اندرويد والتاني ايفون. تقدر باختصار انك تعمل مزامنه ما بين الاجهزه دي بحيث ان كل الشتات تظهر على كل الاجهزه ويكون في كل الملفات موجوده على كل الاجهزه في نفس الوقت، الا انه لو انت مسحتها من جهاز مثلا مش هتتمسح من الاجهزه التانيه على اساس نوع من انواع الباك اب او
النسخة الاحتياطية مثلا. وفي جزء مزامنة الأجهزة ده بقى فيه سؤال بديهي كده بيجي في بال الكل، إنه لو الجهاز الرئيسي فصل منه نت مثلا أو حصل فيه مشكلة، فقال لك إنه في حالة لو الجهاز الرئيسي فصل منه نت، فصل شحن، حصل فيه أي مشكلة، باقي الأجهزة تقدر تشتغل عادي. وقال لك إنك تقدر تربط بحد أقصى 4 أجهزة. نخش بقى على المزايا اللطيفة والأسرار الخفيفة، وربنا يستر ما تكونش جريت الفيديو واعتبرت إن اللي فاتوا دول أصلا المفروض إن هي مميزات موجودة وسألت هي مش موجودة عندك ليه. أول حاجة عندك هي المساحة والذاكرة، ودي بتدخل على السيتنجز، ومن السيتنجز بيكون عندك ستورج اند داتا او الذاكره والتخزين مثلا، بتدوس عليها ومن جواها في مانج ستورج. لما بتدوس على دي بيكون ظاهر لك الواتساب واخد مساحه قد ايه، طبعا هو ظاهر لك المساحه الاجماليه للواتساب واخدها، وده لما تدخل عليها بيكون ظاهر لك كل الميديا سواء اللي انت بعتها او اللي انت مستقبلها، بحيث تقدر تمسح منها حاجات معينه او تعمل سيلكت اول وتمسح كل حاجه. طبعا مش دي بس، انت لو عملت باك كده او رجوع بيكون ظاهر عندك الشاتس اللي تحت، كل شات في ميديا واخده مساحه قد ايه، وتقدر برضو تدخل على كل شات وتحدد حاجات معينه تمسحها سواء اللي انت بعتها او اللي انت استلمتها. فنقدر نقول وداعا ان الواتساب ياكل من المساحه كل شويه. بخصوص بقى حته المساحه والذاكره والباقه والكلام ده كله، فانت تقدر تدخل على الاعدادات، ومن الاعدادات بتقدر تدخل على الستورج اند داتا، ومنها بيكون عندك وين يوزنج موبايل داتا، بتدوس عليها وبتختار ايه الميديا اللي انت مش عايزها تتحمل لما تكون داخل من الخط او من الشريحه او من الباقه عموما يعني، بحيث انك في الوقت ده لما تكون داخل مثلا من كارت فكه او من رصيد او من وحدات مجانيه ما تغلطش معاك بسرعه. تاني ميزه عندك هي البحث المتقدم المنفرد. انت دلوقتي لو دوست على علامه البحث دي هيكون ظاهر لك تصنيفات زي ملفات صوتيه او صور او فيديو وهكذا، اي واحده من دول هتدوس عليها هيظهر لك كل الملفات اللي موجوده على تطبيق الواتساب كله من النوع ده، الا انك هنا بقى تقدر تعمل بحث مثلا عن اسم شخص معين لو فاكر انك بعت او استقبلت منه حاجه، وبعد ما تختار اسم الشخص ده وتعمل بحث عنه بتدوس على واحده من دول وليكن مثلا عن الصور، فساعتها يظهر لك كل الصور اللي بينك وبين الشخص ده، واول صوره بينهم او اول حاجات بتكون ظاهره من التصنيف ده هي الحاجات اللي انت عامل لها تمييز بنجمه او عامل لها ستار، فتقدر بكل بساطه انك توصلها. الميزه اللي معانا بعد كده هي ميزه السحب والافلات. انت دلوقتي لو بتقرا خبر او بتقرا مقال على جوجل كروم مثلا وعايز تاخد منها اقتباس او تاخد منها حاجه، مش محتاج انك تروح لجوجل كروم تاخد نسخ وبعدين ترجع للواتساب وتعمل لصق. لو انت عندك ميزه انك تقدر تقسم الشاشه بين التطبيقين، تقدر بكل بساطه انك تدخل على التطبيق اللي فوق او على جوجل كروم مثلا، وبعدين تعلم على الجمله اللي انت عايز تنقلها، بعد كده بتدوس عليها دوسه طويله وتسحبها لمكان الارسال في واتساب، وبعدين بتدوس على سند فتروح بكل بساطه. الميزه اللي معانا بعد كده هي الصندوق، او انا بحب اسميها الصندوق. طبعا اللي ما يعرفش، انت تقدر تدخل على ماسنجر وتعمل بحث عن اسمك فيظهر لك شات تقدر تعمله معاك عادي، اللي هو تقدر تعمل شات مع نفسك بحيث انك تقدر تعمل لنفسك درافت كده او مسوده تبعت عليها اي حاجه انت عاوزها. لكن كلنا عارفين ان الماسنجر مش مرن زي الواتساب. الواتساب تقدر تبعت عليه فويس نوتس كبيره جدا على عكس الماسنجر، وتقدر تبعت منه الملفات بكل سهوله، ده غير انك تقدر تبعت منه الملفات وزي ما قلنا في الاول بيضغط مساحتها، فبالتالي مش هتاخد من الانترنت كتير ومش هتاخد برضو من الذاكره عندك كتير. تخيل بقى لو تقدر تستخدم كل المميزات اللي موجوده في الواتساب دي او المرونه اللي موجوده في الواتساب دي، لكن في درافت كده او مسوده بينك وبين نفسك. الموضوع بسيط، كل اللي عليك انك تدخل على الواتساب وتعمل جروب مع اسم واحد، وبعدين تدخل على الاعدادات وتعمل ازاله للعضو ده، ممكن ما يكونش خد باله اصلا يعني. وبعد كده بكل بساطه بقى معاك جروب خاص بيك، تقدر تسميه زي ما انت عايز، وتقدر تبعت عليه ملفات، الملفات هيبقى حجمها اصغر زي ما قلنا، مش هتاخد كتير من الانترنت او من الذاكره، وكمان الريكورد هيبقى اطول، ومميزات كتيره جدا. والاهم بقى لو انت عندك مثلا ملف على الكمبيوتر تقدر تبعته من خلال الواتساب ويب وتستقبله من الموبايل بدون اي مشكله. الميزه اللي معانا بعد كده بقى هي ميزه على وضعها جدا، وهي ميزه لايف الواتساب. ميزه لايف الواتساب او يعني هي ميزه شبه اللايف كده، وهي ميزه البرودكاست. انت تلاقيك بتعدي عليها رايح جاي بس ما اهتمتش تعرف هي ايه، او مش فارقه معاك، او مش واخد بالك منها، ما علينا يعني. انت بتدوس على الثلاث نقط اللي موجودين فوق دول وبتختار نيو برودكاست، بيطلب منك انك تختار على الاقل اسمين، وبعد كده بيقول لك تم انشاء جروب برودكاست معاهم. الميزه هنا بقى في حاجه لذيذه جدا، اولا انت عملت جروب، لكن مش هيوصل لاي حد فيهم اشعار او نوتيفيكيشن بانك عملت جروب معاهم. تاني حاجه، اي حاجه انت تبعتها هي من خلالك انت بعتها لجروب، الا انهم هتوصل لكل واحد فيهم لوحده، هتوصل لكل واحد فردا فردا، فتقدر لو انت مثلا عايز تعمل مناسبه او عايز مثلا في شغل تقدر انك تعمل الجروب ده وتبعت لكل الناس. طبعا هي مش هيظهر لهم يعني، مش هيكون عارف انت باعت ازاي او لو انت باعت لكل الناس، الا انه هيكون في علامه كده شبه المايك موجوده جنب الرساله تحت، ولو ما ركزش فيها مش هياخد باله يعني. بس هتاخد بالك انك لو بعت مثلا كل سنه وانت طيب وحد رد عليك فدخلت ترد من البرودكاست،
ساعتها الرد هيروح لكل الناس بما فيهم اللي لسه مردش اصلا. واخر ميزه بقى هي تغيير الخطوط، ودي ميزه بتدي لك احترافيه كده شويه. انت تقدر تبعت على الواتساب من غير ما تحتاج انك تحمل كيبورد بتغير الخط مثلا او اي طريقه مختلفه. انت عندك 3 طرق مختلفه تقدر تبعت بيها يعني استايلات كده للخطوط. اول حاجه هو الخط التقيل، وده بكل بساطه انك هتكتب الكلمه بين نجمتين وتقدر تبعتها وبعد كده بتكون شكلها تقيل شويه. تاني حاجه بين العلامتين دول بتبعتها بيكون شكلها روج زي كده. وتالت حاجه بين الشرطتين دول، ولما بتبعتها بيكون شكلها مختلف زي كده، بحيث انك تقدر تبعت كلام هيكون وقتها الموضوع فيه احترافيه اكتر او هتوصل المعنى بشكل افضل. ودي كانت نهايه الفيديو. طبعا الفيديو اللي جاي هيكون فيه شويه حركات كده هتخلي استخدام الواتساب لذيذ، لكن من تطبيقات صغيره على جنب. ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو زي ما قلنا، وتقدر تدوس على الاشتراك وفي جنبه كده جرس ممكن تدوس عليه علشان تتابع الجديد اول باول. شكرا للمتابعه، نلقاكم على خير.